هاد السيده شدت مليار وعطاتو الناس ديال الزنزان العالم ضاب مع الزنزان وكان تما نداء ملكي والناس بزاف تفاعلوا معه وبالعكس كاين ناس مال الفلوس وكاين مال الجماعات وما لباوش النداء الملكي كما لباتو هاد السيده يعني علاش ما غيمنحها تجمع معاك كنت تكونوا نتوما ضد الدعم ديال الضحايا ما يمكنش علاش تحط راسها في هاد الورطه القانونيه بين قوسين على حساب روايتها لا فهمني التصرف الاموال العموميه عنده قواعد وعنده قوانين كتاثر في اطار هاد القوانين هادو كان خاصها تجمع المجلس وطلب تحويل ديال الميزانيه ونحول ونصوتوا كاملين ولا ماشي كاملين على هاد على التحويل هذا ونريضنا ما عنده باس وكيفاش كتجي هاد السيده دي كتصرف في الميزانيه ديال الجماعه بهاد الحريه هذه ما يمكنش اي حاجه عندها مساطر قانونيه في هاد البلاد هذه وهذا هذا من موجبات العزل القانوني هاد الرساله ديال الاستفسار اللي بعثها الوالي للرئيسه ديال الجماعه كيبان لك عزله انا كنتمنى تكون هذه اول خطوه علاقتهم طيبه المسمعنا انا كنتمنى تكون هذه اول خطوه ديال العزل طيبة ولا ماشي هو اللي بعدا اللي عنده الحق يعزلها القرار ديال العزل يتم احالته على المحكمه الاداريه المحكمه الاداريه هي اللي تتخذ قرار العزل احنا الصراحه ولا حاله احنا كنتمنوا تمشي هادشي في هذا المسار هذا لان احنا راه ماشي اول مره يقدر يحيلها احنا راه ماشي اول مره جاوبني على السؤال الله يجزيك كنتمنى يحيلها كنتمنى يحيلها المحكمه الاداريه ولكن واش يقدر يحيلها سؤال هذاك يهمني انا كنتمنى يحيلها خلي تمني بحكم انت مستشار وعارف وكتسمع واش يقدر يحيلها يقدر يحيلها يقدرش قانونا زعما واش حيت انا سمعت كيتعاونوا كبيناتهم واحد انا ما كندخلش انا في العلاقه الشخصيه ولا لا ماشي الشخصيه علاقه ما بين سلطه المراقبه وكتكون واحد الوالي كيتعاون يعني اللي معروف في الرباط كاينه واحد العلاقه ديال التعاون في اطار الشان العام ما بين شكون كان واش كيبان لك يحيلها احنا طلبنا يحيلها على العزل في نوفمبر 2021 شهر من بعد ما انتخبت فاش نصبات الزوج ديالها محامي ديال الجامعه خصنا نسولوا السيد الوالي علاش ما حالهاش ما عمره ما رجعنا يعني علاقته ما عمره ما جاوبنا ها في 2000 في نوفمبر 2021 فاش طلبنا العزل ديالها علاش شنو كانت دارت فاش عيناتها الزوج ديالها طلبتوا نتوما العزل كمحامي ديال الجامعه ديال الرباط كان راه السيد الوالي ما جاوبناش الى يوم هذا لحد الساعه ما عمره ما جاوبنا فكنتمنى تكون هذه ثابته كتابه كتبنا كتابه ومشيت حطيت انا بيدي المراسله للولايه ولحد الساعه ما عمر ما جاوبني ما يمكنش ما يتفاعلش مع كاع بحال اللي نهائيا انا كنقول لك شنو كاين نهائيا ما عمر ما تفاعل معاه هذا الشيء باش كنقول لك كنتمنى انا في هذه المراسله هذه وهذا كنعتبره تاوع معكم ما سقيتش الخبار ايوا لا جاتني غريبه كنا غادي نشوفوها لا جاتني غريبه انت مستشار يعني منتخب ديال الشعب غتمشي لواحد الاداره هذيك اداره ديال سي حميد الولايه ديال الرباط فاش كتمشي تحط فيها مراسله راه حتى لاكوزي ريسيبسيون ما كيعطيوهش لك علاش خاص تسولهم هي الاداره الوحيده واقيله في المغرب اللي ما كتعطيش لاكوزي ريسيبسيون علاش ما عرفتش ديما مفوض قضائي ايوا نبقاو كل ساعه نصرفوا من جيبنا نجيبوا مفوضين قضائيين دابا الا مشيتي ما تاخذش لاكوزي غير يدير لك واحد الكاشي فيه الداتور فيه التاريخ هو اللي غادي يعطيوك ما عمرهم غادي يعطيوك لاكوزي في الولايه ديال الرباط لا علاش زعما ما يعطيوك خاص تسولهم انا ما عرفتش انا ما عرفتش وانا كتكرر بزاف وانا من 2015 وانا مستشار من 2015 وانا كنحط مراسلات في الولايه ما عمر شي حد معطاني اكوزي ريسبسيون وما عمري ما سمعت شي واحد خد لاكوزي ريسبسيون مع الولايه ديال الرباط عندي واحد الفكره ماشي ديالي باش من كاين البعض كيقولها ملي كتكون المراه يعني دائما كيقوى عليها الدق كاين البعض يقول لك في المغرب ما تنقبلوش ان المراه تكون رئيسه دابا شوف غير مثلا السياسيه امراه مثلا ما تواجهو السيده نبيله منيب يعني شحال من واحد كينتقدها ما باغيش ديك ما عدد من الشخصيات ولا نساء تيبانوا في شي ما في شي مجالات محدده كيخرج واش كاين هذا الطرح هذا زعما بصح ربما السيده ما قبلناهاش على انها تكون كونها مراه ما واش كاين انا ما كنقولش ماشي روايتي كاين البعض تيقول هذا الشيء هاد القضيه ديال المراه ولا ماشي مراه ملي كتكون في منصب سياسي كنتي مراه ولا راجل غتعرض لانتقادات غتعرض بزاف ديال الحوايج واش ملي كتكون مراه كيكون هادشي زايد وهذا ما نظنش لان اللي كنا الروايه اللي كنا كنسمعوا في 2021 هادو نساء غادي يجيبوا لا في الرباط ولا في الدار البيضاء مثلا فاش عندنا عمدات قالوا لنا راه غادي يجيبوا واحد النفس جديد في التسيير واحد الطريقه جديده في التسيير وهذا احنا ما شفناش وحنا ما كرهناش يكونوا نساء ديال بصح مناضلات احزاب سياسيه وعندهم خبره سياسيه وعندهم خبره في التدبير هاد الناس هادو لا ديال الرباط ولا ديال الدار البيضاء راه كانوا نكيرات قبل 2021 عمرك سمعتي عليهم السي حميد قبل ما سمعنا عليهم هذه السيده ديال الرباط راه جابها الزوج ديالها اللي هو المنسق الجهوي ديال الحزب ديال الاحرار
والسيده اللي في الدار البيضاء العمده ديال الدار البيضاء حتى هي الزوج ديالها هو اللي برلماني. ما هاد الناس كانوا نكيرات سياسيه صحيح كانت برلمانيه وداز في اللائحه النسائيه، ولكن ما عمرنا ما سمعت على شي مداخله في البرلمان ولا شي دفاع على القضايا ديال المغاربه ولا شي حاجه. فاش كنقول لك خاصنا نساء، خاصنا نساء اكثر من هادشي في المعترك السياسي، وكاين نساء تكون عندهم خبره في التسيير المحلي. هاد السيده مثلا ما عمرها ما كانت منتخبه محليه. دابا الرباط، اش نسولك السي عمر، الرباط ما يمكنلكش تنكر الوجه ديالها تغير فعلى الاقل في السنوات الاخيره، ما عندها حتى بصمه هي كعوده. دابا الرباط ماشي هي الرباط، تسول الناس الساكنه ديال الرباط، الرباط لم يعد هو الرباط. يعني على مستوى العمران، على مستوى كاين باقي بعض النقاط السوداء عاوتاني باش نكونوا واقعيين، ولكن بالمجمل اليوم الرباط اصبحت تضاهي عدد من الدول ديال. انا قلت لك راه الجماعه ديال الرباط ما بقاش عندها اختصاصات، ماشي هي ماشي مسؤوليه ديالها، ماشي مسؤوليه ديالها، عندها حتى بصمه. ايوا راه شي اللي كنقول لك انا، التهيئه ديال المدن ما بقاتش عندها، هي المشاكل كطلع التهيئه انتما كتلصقوا لها المشاكل. وهي اللي كتصوت على التفويض ديال الاختصاصات ديال الجماعه. حنا الوحيدين دابا في المجلس كفيدرالية اللي سمعت في الاختصاصات، معلوم معلوم لا المجلس اللي قبل منها اللي كان كيسيروا السي الصديقي والعداله والتنميه، ما كانش كيخلي اختصاصات. لا حتى هو عطى اختصاصات، الشركه ديال الغابه فيل فيرت اللي كتكلف المساحات الخضراء هما اللي كانوا صوتوا عليها، الشركه ديال الخلق ديال الشركه ديال المجازر وديال السوق الجمله راه هو اللي كان صوت عليها، وهاد السيده اللي جات كملت هذا المسار هذا. الفساد هاد العمده، كاين شي فساد شي ريحه؟ شوف حنا كنتكلموا بالوثائق، حنا تكون عندنا شي لا متفرقع في وجهها حتى شي من الفساد، ما كتدي ما كت انا بعد القضيه ديال الكراء ديال انا كراء ديال السيارات، خلي الكراء وهذا سوء تدبير ديال الاموال العموميه. كنسمعوا بعض رؤساء الجامعات كيضربوا الصار في الصفقات وعندهم طرق. حنا شوف السي حميد، حنا كنهضروا اللي كانت شي حاجه كنهضروا بالوثائق، يعني ما كايناش. نهار قلنا السيده عينات الزوج ديالها محامي ديال الجماعه، جبنا الوثيقه حطيناها. نهار جبنا السيده راه كرات 13 سياره ب 8600 درهم السياره، حطينا الوثيقه. نهار تكون عندنا شي وثيقه اخرى غادي نخرجوها، ما تنحشموش منها. هي ما كاينش شي حاجه تشوف ملف عليها، نهار تكون شي حاجه غادي نخرجوها. غنسولك غنختم معك واحد السؤال جوهري، وبغيت ما عرفتش واش عندك معطي مطرح الاتش ديال النفايات، واش عندك شي معطي على هذا الشيء؟ قالوا لنا كيمشيو كيوزنوا التراب الحجر المصيبه الكحله وكيتحسب وكتخلص من الجماعه، واش كاين شي هذاك الميزان كيفاش كيتراقب؟ سمعنا هادشي، هاد الهضره هادي سمعناها وسمعناها في وسط المجلس، الناس ضربوا الملاير، سمعنا هادشي هذا وكيقولوا ان هادشي بداو كيحاربوه. ولكن باش غادي نقول لك راه واش حاربوه ولا ما حاربوهش، خاصني نمشي انا ونوقف على هذاك الكاميو ديال النفايات فاش كيتوزن. انتما كمعارضه ما عندكمش كيفاش تعرفوا هادشي؟ علاش هاد لي زاكسي بحال هكا؟ حنا كتسمعوا، حنا كنسمعوا، كتيروها في شي دوره في شي ترناها شي في الدوره، ترناها في النقاشات، كيعبروا الحجر للمغاربه التراب وكيوزنوا. هذه هضره اللي كدور مرة أخرى، ما عندناش وثائق وما عندناش حجج على هذا الشيء هذا، ولكن كنسمعوا هذا الشيء وهم في الأغلبية. لا غير باش نوضحوا للجمهور، شركات النظافة ملي كيهزوا الزبل حاشا المستمعين يعني الأزبال، فكيتخلصوا على قدر الكوالة اللي هزوا ديال الوسخ. كيمشيو يهزوا التراب والحجر باش يجي الوزن وكيتخلصوا. وي ألوغ هذا الشيء كيتراقب هذا الشيء من طرف الجماعة. ألوغ دابا غير باش نعاود مزيان جبتي لي هذه المسألة هذه، هذا الشيء هذا كان قبل 2022 في الرباط، كان على الرباط قبل، كان فيكتيفمون الازبال كيتجمعوا وكيتوزنوا قبل ما يدخلوا المطرح الجماعي، وكيتخلص هذاك الشركه كتخلص على حساب الاطناب. دابا هادشي هذا ما بقاش، ولاو كيتخلصوا بالفورفي، يعني سير جمع الازبال وما تخلي ليش الازبال في المدينه، وعندك واحد المقدار سنوي كتخلص عليه، شهري ولا سنوي كتخلص عليه الشركه. نورمالمون ما بقاوش يحتاجوا يديروا هادشي هذا، هاد الشركات بحال اللي كاينين دابا ما بقاوش كيحضروا يحتاجوا. قبل بالفعل كنا سمعنا هاد الممارسات هادو، واش تشدوا الناس واش ما تشدوش، واش تصرفوا محاضر ولا لا، ما كانش عندنا معطيات اخرى باش ايوا كنعتبروا هذه وشايه. نتمنى تلتقطها النيابه العامه من خلال هذه الحلقه، لان الوشايه يعني ممكن تكون منطلق لفتح البحث. النيابه العامه كتحرك بالمحاضر والشكايات والوشايات. اخر سؤال، هل سيكتب لها ان تنهي ولايتها على خير؟ السيدة اسماء اغلب، اليوم كاين اغلبيه كبيره ديال المستشارين رافضين ان هذه السيده هذه تستمر. عليها هو دارتها براسها، اجتمعتوا عليها كاملين الناس اللي وقعوا في الطلب ديال الدوره الاستثنائيه، 63 مستشار على 81، يعني فتنا 63 مستشار من اصل 81 مستشار كاينين في الجامعه ديال الرباط وقعوا بطلب الدوره الاستثنائيه. 81 ناقص 63 شحال كيبقى؟ كيبقى 18 اللي معاه دابا ماشي كاملين، لان كاين اللي وزير، كاين اللي ماشي في المغرب، كاين
وسي عمر الحياني كنشكروك عن فيدرالية اليسار ونتمنى نتلاقاوك في شي فرصه اخرى بحول الله. شكرا بارك الله فيك. انت ان شاء الله انت تولي رئيس. ان شاء الله. لو وليتي رئيس شنو غدير؟ نسترجع بعدا اختصاصات ديال الجماعه باش يقدروا الناس يحاسبونا. هي دابا ما يقدروا يتحاسبوا حتى شي حد، كنحاسبوا الاشباح بالصدق. بغيت نشوف دابا انت رئيس جماعه شنو الاجراء اللي دير الاول؟ اول اجراء راه فريمون خصنا باش اختصاصات، باش دير الاجراء خاص ترجع اختصاصات. اختصاصات ديال الجماعه راه ما بقاوش عندها، خصنا نديروا معركه باش نسترجعوا الاختصاصات. دابا المجلس سقط بدون مخالب. كاين مراقبه، ولكن مراقبه فيها وفيها. تسترجع الاختصاصات، شي حاجه اخرى شنو ديرها ثانيه؟ يعني الاولويه كاين مجموعه ديال الاحياء مهمشك بزاف في الرباط، احياء ديال التنميه الاجتماعيه مثلا في التقدم، هذه قنبله موقوته في مدينة ديال الرباط مع ضيد دوار الحاجه. هادو كلهم الله يستر الله يستر، الا ضرب مثلا شي زلزال في الرباط لا قدر الله بشي درجه ديال 5 ولا 6 ديال الدرجات في ريشتر، راه تقدر نكونوا امام ماساه كبيره في هذاك الاحياء. لهذه الدرجه؟ لهذه الدرجه، لان هذوك الاحياء مبنيين على الله يسقل احياء ديال التنميه الاجتماعيه في دوار الحاجه. دوار الحاجه مع ضيد مع ضيد دوار الحاجه مع ضيد فوق النهضه مع ضيد، وضع كارثي. نقط سوداء، نقط سوداء من ناحيه التعمير، من ناحيه العمران، ومن ناحيه حتى الاساس الجيولوجي اللي مبنيين عليه هذوك. ما استفدوا حتى من شي عمليه الاصلاح هذه الساعه؟ لا هذه الساعه لا، كان واحد النقاش بمناسبه ديال المصادقه على البلان داميناجمون ديال الرباط حول المآل ديال هذوك الاحياء. ففي البلان داميناجمون كتبوا ان احياء غتطلب تدخل الدوله بهذا، ما قالوا غادي نريبوهم، ما قالوا غادي نعاودوا الاصلاح ديالهم، ما قالوا غادي نحولوا هذوك الناس. فمازال هذوك الناس كيتسناو دابا تدخل فعلي ديال الدوله، لان هذوك قنبله موقوته في الرباط. الرباط فيها واحد الواجهات تبارك الله ولات زوينه، وعندنا الكازون وعندنا، ولكن كاين قنابل موقوته مازال مع الاسف ما تمش. حاجه اخرى، شي اجراء اخر اول ملح جدا كيبان لك كرئيس جامعه؟ خاصني نحيدوا الكازون. الكازون اللي كاين في الرباط وداك المحرم اللي كيمشي فيه، صحيح انها مياه معالجه وغادي خدينا فيها معركه في 2016 و2017، كنا الوحيدين مره اخرى في المجلس. والطنوبيلات اللي كنقولوا والطنوبيلات اللي كانت في الطنوبيلات، لا حتى اللي كانت غادي النواب ديالك عطيهم طنوبيل ولا؟ عطيهم سيارات مصنوعه في المغرب بعدا. سيارات؟ مصنوعه في المغرب، حنا كنشجعوا المنتوجات المغربيه. السيارات اللي كيعطيهم ماشي للمغرب؟ لا لا، هادو السيارات مصنوعين في التشيك ماشي في المغرب. والثمن ديالهم غالي. حنا ماشي شعبويين غادي نقول لك لا المستشارين يحتاجوا السيارات باش يشتغلوا ولا حاله الطنوبيلات تمت. هو السيارات اللي معروفين في المغرب، مصنوعين في المغرب، راك عارفهم، نديروا الاشهار. عندي لك واحد السؤال هو الاخر وغنختم به. دابا كيديروا صدقوك المغاربه؟ كيفاش غيصدقوني؟ حيت المغاربه اي واحد كيجي كيهضر هكا زوين في الانتخابات في الحمله ولكن من كيطلع ما كيبقاش هو هو. هذا هو الاشكال عند المغاربه. دابا اي واحد يسمع لك انت معارض.